السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة ديدو سامودي. هذا النهار ان شاء الله نقدم واحد الموضوع اللي في الحقيقة جاني من عند واحد السيد من لي كومونتير. هو من احدى المشاكل التي يعني كيواجهها المربين ديال الارانب، وهو اللي عنده واحد الكاج نقولوا مثلا بهذه الطريقة. تبع التعاليم ديال الدواء، المسائل، كل شيء، النظافة مهم، ما عندوش المشكل في هذا الشيء. فين عنده المشكل؟ عنده المشكل في تزادوا عليه يعني العدد ديال الصغار، تزادوا عليه، ما عرفش كيفاش غادي يدير. قال لك انا واش غادي، لان قدمت واحد الحلقه ديال كنت قدمتها ديال فصل الذكور عن بعضهم البعض في شهرين ونص. قال لك انا كيفاش، واش غادي ندير كل واحد غادي ندير له بوحدو الكاج ديالو؟ هذه في الحقيقه راه فكره مهمه بغيت نشاركها معكم. كيفاش الطريقه وهي خص المربي يكون ذكي بحالاش ذكي، خص يكون عنده حاسب شحال عنده من نتوه. منين يبداو يولدوا له خصو بلاصه ديال الولاده ديالهم. ها هي مثلا عنده البلاصه ديال الفيطام، ها هي هيدا راني نخليها خاويه باللاتي ان شاء الله غادي نجيبهم من تما، وراي عندهم اخر نهار هادو باش يتفطموا. راني مخليهم النهار كامل، ولكن راه صافي دابا تبارك الله راهم جابوا 750 غرام صافي كفى ونيت. هذا هو الوقت ديال الفيطام ديالهم. دابا غادي نحطوهم هنايا يعني بلاصه الفيطام، ولكن غادي يبقاو يتزادوا عليا. كيفاش غادي ندير؟ الطريقه وهي كالتالي، خاص يكون عندك يعني نتايا بينك وبين راسك واحد النظام، ان يكون عندك قفص كبير. ها انتم قفص كبير، هذا راه فيه تبارك الله 2 4 6 8، المهم راه فيه واحد 10 ديال 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 كل مكان بوحدو، 10 الامكنه. علاش؟ خاص منين تولد النتوه من هنا، وكاين عاوتاني اسمحوا لي واحد القفص اخر باش هذاك خاص. لاش هذا راني انتما اللي قدرتوا تشوفوا، ها هو خاص النتوات اللي عاد غادي توجدوهم. يعني خاصكم يعني منين يكبروا هاد الصغار هادو، حاولوا ما تبيعوش منهم النتوات، لان النتوات كي 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 هذوك راهما الخلفه، هما تقدر تحتفظوا على السلالات، ولكن الاغلبيه الناس ما كيبيعوش النتوات. هذا هو الطريقه اللي غادي يتباع كإحلال ولا كذكور. هذوك غادي يتباعوا بالكيلو. كيفاش غادي يتباعوا بالكيلو؟ منين غادي هذا القفص هذا غتختاروا منه. دابا هذا هو القفص الوسطاني، ها بلاصه الولاده، ها كيفاش بلاصه الفيطام. دابا هادو هما بداو كيتفطموا. ها انتم كما كتشوفوا هنا عزلت كل جوج بوحديتهم او ثلاثه بوحديتهم على حسب الذكر ولا النتوات. واخا مني غادي نجي ونحيدهم عاوتاني من هنايا، غادي نحيد عاوتاني النتوات نديهم لهاد الجهه، هاد الجهه، لان راه باقي خاويه بزاف. خصني بلاصه ديال النتوات وحده اخرى، ولكن هاد النتوات هادو رسميين، هما اللي غادي يكونوا كيولدوا نيشان. كان شي وحده فيها شي مشكل تجيب من تما من 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 هاد الجهه لهنايا، وتحط عاوتاني هنايا مع النتوات. كاينه نتوه ديالك المشكل، صافي ما تبقاش تاكل عندي الخبز، صافي تمشي للاحلال، اما الذبيحه اما المهم اغلبيه خصك تبيع ذبيحه، لان ما تبيعهاش بالكسيبه. كاينه قضيه عاوتاني، منين هنا يكثروا عليكم عاوتاني الذكور، شنو كديروا؟ كتبيعوا من هاد الجهه هذه. بحال دابا نقولوا انتم الى بغيتوا نتبع معكم انتم هنايا، راه عندي شي ذكور، ها هما، ها هو ذكر تقريبا، هذا هو اللي غادي نبقى دايروا يعني باش يبقى يلقح. هذا دايروا البيع، غادي يدي عليا واحد السيد. هادو ها هما بداو كيكبروا ذكور حتى هما. هذا ذكر صافي بدا وصل، هذا وصل صافي غدا ولا ان شاء الله نقدر نبيعو. نبيعو كذكر يعني راه جايب دابا 4 شهور، يعني ملي غادي نجي نبغي نبيعو غادي نقلبو وجربتو مزيان، غادي نبيعو بالصفا، غادي نقول للناس اللي باغي يشري شي ذكر، هذا راه واصل راه عنده 4 شهور. ها انتوما عاوتاني هذا عاوتاني فصيله، هذا بابيون حتى هو واصل، راه جايب 4 شهور ديالو، صافي نقدر نبيعو يعني بوجه احمر. مني هنا عاوتاني نتوات، هادو هما نتوات، هادي بابيون توا وهادي شانشيلا، ها هي نتوات هي، انتم الا كتبان لكم شانشيلا. يعني اسمو بغيت نقول لكم من هذه الحلقه انكم خصكم تكونوا نتوما منظمين راسكم، يعني البلاصه اللي غادي تخوى من هنا تعاود تعمرها عاوتاني،
من بشي وحدين عاوتاني بداو كيكبروا وهكذا دواليك. كاين النتوات تخليهم بوحديتهم، كاين النتوات كاين اللي غادي تخليهم عندك، كاين اللي غادي تبيعهم كنتوات يعني صالحين للولاده، ملي تكون مجربهم تبيع بالصفه. احلال بوحدو هذا المجال ديال الارانب سبحان الله، راه اي حاجه عندها مولاها. كاين اللي باغي الكيلو، كاين اللي باغي مثلا غير الرن فيه كيلو تقدر تبيعوا له ماشي مشكل. كاين الناس اللي باغي النتوى واصله، كيقول لك انا باغي النتوى واصله غير نديها تولد، تقدر تلقحها عندك ودير لها العمليه ديال الجص وتقول له هاك سيدي سير تخدم على راسك. هذه واه. اذا الحلقه ديال هذا النهار هي تقسيم ديال 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 الكيجان. ما تخليوش واحد الكاج كبير وديروا فيه كلش وتقول وتنوضوا الصباح تلقاو واحد ميت تقولوا اه ما عرفتش الموقع، وراهم ضاربوا بعضياتهم لانك نتايا ما دايرش واحد النظام ديال كل 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 جهه بوحدها. كاين النظام ديال الفطام، بلاصه ديال الفطام، كاينه بلاصه ديال التسمين، وكاينه بلاصه ديال الامهات. ها انتم معايا، انتم كما كتشوف هذه بلاصه، ها هي بلاصه، ها هما كتشوفوا البيوت تمايا، هذه بلاصه ديال الولاده، هذه بلاصه منين يقربوا يتفطموا يجيو لهنايا. ها انتم منين تبغي تفرسهم غادي تشد نتوات تحطهم في هذه الجهه، اما تبيعهم كنتوات صالحين للولاده، اما تخليهم عندك يعني باش تستمر عاوتاني تطور المشروع ديالك. الذكور راه القاطع كامل راه ما يستحقش الا ذكر واحد او جوج ذكور كاع، الا بغيتي انت الا كان عندك قاطع كبير خلي كاع جوج ذكور. والشيء الاخر كلشي فين غادي يمشي؟ يمشي للتسمين هنايا. هنايا اعطيهم الماكله تيوليو يعني مزيانين صافي، يعني غير يجي وبيع. يعني خصك غير نتايا بينك وبين راسك تقسم داك الشيء، ما تخليش عندك كل داك الشيء كلشي مرزم في واحد الجهه وتقول باللي غادي 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 ما نلقاش ما غنلقاهمش ضربوا بعضياتهم. غادي تلقاهم ضربوا لانهم انك نتايا ما حيدتيش وحدين درتيهم للتسمين. منين اللي ما عندوش يعني يبيع، يبيع شويه ديال 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 من من من, من التسمين اللي تسمن، يبيع ويدير كيجان اخرين، يضرب حسابه. شحال انايا كنستعمل من خلفه تقريبا في الشهر؟ عندي جوج خلفات، شحال تقريبا يجيبوا لي؟ ما بين 7 8 حتى 10، ونضرب حسابي باللي هاد الكيجان خصهم يخواو صافي. هادو واخا نمشي نبيعهم باي ثمن خصني، لان كاينين خلفات اخرين. ديك الساعه غنولي ضارب حسابي، غادي نقول انا عندي بلاصه ديال الولاده، بلاصه ديال الفيطان، بلاصه ديال التسمين، وبلاصه ديال الكسيبه الحاجه اللي تكسب، اما نخليها ليا اما نبيعها لشي حد اخر، وبيعوا بالصفه وان شاء الله ما يكون غير الخير. هذا هو الموضوع ديالنا ديال هذا النهار، هو تقسيم الكاج على حسب العدد ديال النتوات اللي عندك نتايا. هذا هو الموضوع ديالنا ديال هذا النهار. اذا الناس اللي مازال ما شاركوش معنا يشاركوا معنا، قناه جميله زوينه غادي القدام ان شاء الله. مرحبا بتعاليقكم الطيبه، والناس اللي مازال ما شاركوش معنا شاركوا معنا، اتكيوا على زر الجرس كي يصلكم جديد ان شاء الله، وساندونا بزر الجيم. ومرحبا بتعاليقكم الطيبه، الى اللقاء في الحلقه المقبله ان شاء الله.